أستاذ، لما انتبهت لضوء مكتبك شغال قلت لأجي سلم عليك. بيرك، بلا ما توجعنا معدتنا بالليل. لا تشرب مي، يعني لا تهدى معدتك شوي. أنت كل شيء له حل عندك؟ ماشي، خبرني لشوف ايمتى العالم لازم يفيقوا. الساعة 5 منيح. 5؟ مو بكير 5؟ النوم بيعود على الكسل. مثلا بتعرف انه السلطان يافوس كان ينام 3 ساعات؟ اي سمعت بهالشي. طيب كنت بتعرف انه عالم الرياضيات المرحوم جاهد عارف كان ينام 5 ساعات باليوم؟ بعرف، وما بتوقع كان ينامهم. اديسون وتسلا هدول الناجحين وكتار مثلهم ما كانوا يضيعوا وقتهم بالنوم الطويل، كانوا يقولوا بكفي 3 ساعات باليوم. اي معهم حق. مثلا مثل ما بتعرف بالوقت اللي بينام فيه العمال الطبيعيين 7 أو 8 ساعات بيكونوا العباقرة سهرانين وعم يتعبوا ومخهم بيضل مفتح. العالم اللي متعودين على الفئة أبكر بعادات أكتر بيكون عندهم حافز أكبر. ولك ما في سؤال ما بتجاوب عليه، كأنك موسوعة يا زلمة. أنا كمان يا أستاذ في بكير كتير. مغرور. روح جيب ملح، ما بيتاكل بدونه. المرحومة ماما كانت تحبها كتير، خصوصي فطاير الجبنة. لما كانت تيجي تاخذني بعد ما تخلص المدرسة كنت انزعج. حبيبتي أمي كانت تاخذني على محل الفطاير يلي قدام المدرسة، ب3 ليرات كانت تجيبهم، وبعد ما ناكل كانوا يجيبوا لنا شاي مخمر لونه أسود غامق، وكان الأكل اللي أكلناه كتير دسم، بس دائما كنا نشرب وراه الشاي. قديش عندكم ذكريات؟ أحيانا بغار. لا، ما بيصير تغاري من أختك. لكن غرتي ما؟ وطعمتنا اللحمة بعجين بارد، بس كان طيبة كتير. يسلموا. صحتين وهنا. كتير حلو الطوق اللي اشتريتيه، جديد؟ هدتني يا رفيقتي. مين هي؟ ديلك، وهي بتلعب دور الأخت مثلي، من قائمة أوزجي. بنت حلال، ذكرناها، بعثت لي رسالة. بتحبي أعرفك عليها؟ أكيد، ليش لا؟ لا، ما عم صدق. بنوب عزيزتي المحامية، بناءً على طلب التدريب اللي تقدمتي فيه إلى مكتب ينار وتان للمحاماة، تم قبولك، ونرجو أن تكوني جاهزة في 5:30 صباحاً. قبلوا طلبي، طلبوني للمقابلة. رح نخلص من الفار يا أختي، ضل شوية وقت بس. أختي حبيبة قلبي. وأخيراً